السلام عليكم بعدا، شكرا جزيلا للحضور ديالكم، كيشرفنا بزاف. والوقفه ديالنا الاحتجاجيه اللي دايرين دابا في هذا الشارع هذا، في هذا البرد، كتشوف هاد الاخوات اللي كلهم عيالات وعندهم ابناء سامحين فيهم، يعني هذا الشيء كيأسف بزاف. المشكل بالضبط هو ان هذا السيد دار معنا في المحضر باش يلتزم بالحقوق ديالنا، باش يخلص علينا لامو الضمان الاجتماعي شهر 10 والنص ديال شهر 11، خمس شهور دابا ديال الخدمه، وهذا شهر 6 اللي حبسناه فيه. وفاش دار هادشي في المحضر ما التزمش به، دخلت ما التزمش بهذا المحضر، دخلت السلطات قال لهم غتعطيوه 75%، حيت حنا عندنا الشهر 100%، ما بغاش يلتزم ب 75%، ولاو عاوتاني بركو فينا وقالوا 50%. رغم ذلك تواضعنا ونزلنا معاه حتى لأدنى حالة، في الأخر دار معنا باش غيجي يخلصنا، ما جاش. دار معنا اثنين باش غيحل الشركة وغيخلصنا وغيأدي لنا فلوس ترونسبور، حتى ترونسبور ما كاينش. فجأة تنتفاجئوا باش تنجيو الشركة كنلقاها خاوية، تنجيو حنا يوميا باستمرار من شهر 10 وحنا كنجيو لهاد الشركة، ولا ساكن يتحرك، ما خدامينش واقفين. هذا الشهر 6 وحنا حابسين، ولكن شهر 10 و11 خدمناهم، خدمنا النص ديال شهر 11، ولا ساكن يتحرك في هاد البلاد هادي. دابا بغينا حنا، دار معنا 50% ما جاش. جات الميناج قال لك غادي يسيقوا، دار لنا ديك الهدا ديال جاب الماء جاب الضو كنقطع كل شيء. دابا فاش دار معنا السيمانه الاخرى باش غيخلصنا، ما جاش يخلصنا، ما خلصناش في شهر 10 والنص ديال شهر 11، وحنا كنطالبوا الحقوق ديالنا. هذاك الشيء اللي عندنا في المحضر هو اللي يكون. السلطه جات البارح في الليل، جا السيد الكاتب العام، جا السيد الكاتب العام، وجا السيد الباشا، وجا السيد القايد، كيقول لك هاد السيد خصو بغا يخرج الخدمه، بحال اللي كيتفاوضوا معانا. حنا قلنا لهم الخدمه ما غتخرجش، يدي لنا داك الشيء اللي عندنا في المحضر، ولا بغا يدي خدمته مرحبا، يعطينا داك الشيء اللي في المحضر. دابا هادي راه كنقول لك من شهر 11 وحنا هنا في الشارع، ست شهور. انت كتشوف الحاله ديالنا، انت كتشوف الاخوات ديالك كلهم لابسين، كلهم دايرين كاسكيطات، والاكثريه ديالنا الناس مراض، عندها سرطانات، عندها امراض مزمنه، بزاف الناس اللي عندهم الامراض مزمنه هنايا. ورغم ذلك حنا كنعيشوا هذا الوضع المؤسي المزري، كلشي عنده الاولاد. انا اللي كنهضر معك، حتى انا عندي وليداتي وسامحه فيهم، وانا كناضل من اجل الحق ديالي، ما كنطلب شي حاجه ما ماشي معقوله، كنطلب الحق ديالي، حقوقي المكتسبه لا اقل ولا اكثر. انا بالنسبه لي 26 عام دابا وانا خدامه في هذه الشركه، كاين اللي عندها 40 عام، كاين اللي عندها 36 عام، وفي الاخر تخرج هباء منثوره. كيف يعقل هذا؟ لا يعقل بتاتا في اي بلاد. تمشي تهضر على حقك كيقبطوا لك حقك، وهذا المغرب هذا راه ما عرفناش. كنطلبوا من صاحب الجلاله يتدخل في هذا الوضع ديال هاد الناس هادي اللي كتعيش. هذا راه وضع مزري ومزري مزري، كنعاودها ونقولها، وكنترجى السلطات تدخل في هاد الامر هذا قبل ما طيح شي روح في هاد البلاصه. مازالي صامدين وغنطالب حقي وغنموت هنا في هاد الارض على حقي، ما بغانيش هاد السيد يعطيني حقي فوق الطبله، والعيب والعار الا تبعتو ديك الساعه. والسلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.